القائمة متاعنا هي قائمة شبابية، قائمة مستقلة. احنا مجموعة من الشباب تلمينا مع بعضنا، عنا أوبجكتيف محدد ومعين اللي هو باش نخدموا البلاد. الغاية متاعنا هي كانت كيفاش نتوجهوا لخدمة الصالح العام، ما تكونش فما إملاءات حزبية علينا، ما تكونش فما ناس تحب تتحكم في رؤيتنا واستراتيجيتنا في خدمة البلاد هذه الكل. بدأت الفكرة عندي فردية، بعد تقابلنا أنا وصابر عمناول شهر جوان حاجة هكا، كي حكينا مع بعضنا جبنا الموضوع كذا، هو عنده نفس الفكره ونفس الرغبه وانا هكاك، ومن وقتها بدات تنطلق بشوي بشويه. برشا ناس ما تقبلتش قائمه مستقله وشباب وين عندكم توصلوا، لكن احنا تبعنا حلم وبدينا بشويه بشويه فيها، اللي يجي قائمه مستقله شباب ما عندكم وين توصلوا، لكن احنا بدينا باش نوصلوا. الحلمه مازالت ما تحققتش، مازال النصر. شباب معناه هو كله شباب مثقف متخرج، فما المعلم، فما الأستاذ، فما اللي يخدم في الإدارة، اللي يخدم معناها في الشأن الاجتماعي، اللي يخدم في الشأن الاقتصادي. معناها تحسها ريت القائمة كي تجي تشوفها أنت الكل تحسها وكأنها باجة اختزلت في القائمة ذيك الكل. وقائمتنا هي موزايك، إيش معناتها؟ معناتها كل شاب من باجة من منطقة معينة. بالنسبة للباجة معناتها حالة مزرية، معناها بالنسبة للشباب الشباب كلها في القهاوي، الشباب كلها عاطل عامل على عمل، الشباب الكل معناتها طموحاته أنه فهمتني ولا ياخو مصروف ما عند بوه ولا ما عند أمه ويبقى يمشي يدق الباب، فهمتني ولا، حتى باش يخدم ولد فلان ولد فلتان هم اللي يخدموا وهم الباقي على برا. لذا احنا مجموعة هنا من الشباب حبينا نكونوا كما قلت لك عنصر فعال، نخرجوا معناها للشارع نحكيوا مع العباد شنو مشاكلكم، شنو منتظرين من البلاد هذه. والعباد ملت من الأحزاب، من الأحزاب خاطر أغلبيتها بنات قوسين تنافق وتكذب. هاك تشوف الوضع في باجة، تشوف لا عندنا دور ثقافة، لا عندنا مؤسسات طفولة، لا عندنا مؤسسات اقتصادية، فهمت، ما عندنا حتى شيء. بالنسبه للضغوطات على في المجتمع، معناتها هنا في باجه مراه وين عندك توصل؟ بالنسبه لل معناتها للعائله وكل، مراه باش تدخل السياسه كيفاش تجي؟ رد بالك عايش بنتي على روحك. علاش انت اخترت تكون مستقل ما اخترتش تكون داخل حزب؟ لانه احنا رؤيتنا تكون اكثر في التوسع نتاعك وانفتاحك على المجتمع اكثر من اللي انك تكون انت معناها مأدلج والا محصور بحزب، محصور برؤيه حزب وملاءات حزب. فما حتى مضايقات اخرى، حتى تو انا قلت لك ملول تمويلنا ذاتي وعملنا لي زافيش علقناهم وكل، تو الدليل على الحرب اللي نعيشوا فيها وهي حرب بارده انه لي زافيش اللي معلقين في باجه نتاع قائمه الانوار كلهم نحين. باجه نقصتها برشا حاجات، برشا حاجات، البنيه التحتيه كل هذيك حدث ولا حرج، والناس ما عادش تخاف، ولا تلوح وين يجي، ولا تعمل اللي تحب، ولا حتى في الليل الناس ما عادش تسهر. كانت باجه في الليل تبارك الله تسهر وبيه، وكانت الدنيا رايده، تو ما عادش فما سهرات في الليل. البطالة بصفة معناها غريبة وكبيرة برشا، كان انت لهنا عمل دورة وشفت العباد الكل كان لقاوي معاه، تلقاه 30 و35 سنة ياخذ في مصروفه من عند دارهم، والا الجرام ماكس ينجم يلوج على خدمه نتاع نهار باش يعدي بها الجمعه مصروف. مشاكل باجة في فضاءات انه تكون موجوده للمواطنين وللشباب وللناس الكليك. موجودين قطاع على مستوى التنميه، العمل البلدي، التنوير. كي تمشي احنا وخرجنا شفنا فما ناس مازالت عندها اشكاليه في المصالح للشراب، رينا اشكاليه في نتاع التطهير، رينا اشكاليات حتى في الملك العقاري البلدي. الثورة شكون عملها؟ عملتها الشبيب، وكان خلاو الشبيبة راهي نجحت، وراهي تونس ناجحة خير من هك. كان خلاو الشبيبة راهي تونس ناجحة خير من هك. احنا رابحين معناها مازلنا ما دخلناش في المعركة النهائية،
يتحقق النجاح ويتكلل بالعمل نتاعنا وقت اللي تطلع الريزلتا وتكون عنا عدد كبير من المقاعد لقائمة الأنوار ونكون كلنا مع بعضنا في خضم تنفيذ البرنامج نتاعنا اللي وعدنا به ناخبينا واللي وعدين به رواحنا قبل الناخبين وهذاك يعتبر دين علينا تجاه الناس.